قيمة مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية مبادرة أنا أستطيع لتعزيز وتقوية علاقة المجتمع بذوي الإعاقات الخاصة وإظهار إنجازاتهم وبطولاتهم التي مثلت المملكة العربية السعودية أمام العالم. خلينا نتعرف أكثر على هذه المبادرة وأهدافها. أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور المهندس طلال بن سليمان الحربي، رئيس مجلس إدارة نادي الرياض لذوي الاحتياجات الخاصة، ويسعد لي مساك. هلا يا دلال، يسعد مساكي. إيمان وأسرار برضو، أي إيمان وأسرار، نسلم على البحر كذا نسلم عليهم. بداية يعني ما شاء الله اسم المبادرة اسمها بحد ذاتها كان ملفت، مبادرة أنا أستطيع، يعني من اسم المبادرة دكتور ممكن نقول فيها تحدي، فيها رسائل كثيرة حابين أنتم ترسلوها للناس. خلينا نتعرف بداية عن المبادرة حقتكم وكيش كانت أهم الأهداف. شكرا دلال، شكرا روتانا على إتاحة الفرصة والتركيز على هذه المبادرة. طبعا عندنا المعاق في ثقافتنا مع الأسف كان يعاني كثير، ويعاني اجتماعيا ويعاني في حياته. عندنا الآن المعاق أصبح طبعا أول شيء في خلاف معاق ذو احتياجات خاصة صاحب إعاقة، أنا ما يهمني المسمى بقدر ما يهمني أنه الإنسان هذا عنده قدرات لا تختلف عن قدرات أي إنسان. فكرنا أنه في نادي الرياض، نادي الرياض هو عبارة عن نادي رياضي كل لاعبينه من المعاقين، إعاقات حركية، إعاقات بصرية، يعني عندنا لاعبين يلعبون كرة سلة على الكراسي، معاقين مبصرين يلعبون كرة هدف. فكان الفكرة أنه أول شيء التعريف بالنادي، وأنه القدرة عند اللاعبين، أنا على كرسي لكن أستطيع أن ألعب أمارس الرياضة، أنا بلايند مكفوف لكن أستطيع أن أمارس الرياضة. هذه فكرة كانت أن أنا أستطيع أن أمارس حياتي مثلي مثلك متى ما تهيأت الأجواء، متى ما تهيأت الظروف، متى ما تهيأت الانفايرومنت المناسب، البيئة المناسبة، البيئة المناسبة صحيح. كانت هذا الهدف من أنه تعريف بالقدرات اللاعبين اللي هم كلهم أبطال، كلهم متميزين في حياتهم الرياضية وحياتهم الخاصة. أيضا كان الهدف أنه بعض المرضى في مدينة الأمير سلطان يتعرضوا للإعاقة في سن متأخر، يعني ممكن حادث لا سمح الله أو سكر، فالإنسان يحس أنه حياته انتهت لا سمح الله، في يبترون أطراف بعض. فكانت الهدف أن نقول لهم أنتم الآن بدأت لكم حياة جديدة، الآن قدامكم المستقبل، شوفوا أمامكم عينات من شباب وفي سن مختلفة، عندنا حنا من 14 سنة إلى 50 سنة إلى 60 سنة يمارسوا الرياضة، يمارسوا حياتهم. فكانت فعلا فيها تحدي، تحدي للواقع اللي مفروض علينا في ظروف معينة أنه نحن نستطيع أن نقدم ونستطيع أن نشارك ونستطيع أن نكون مواطنين مثلنا مثل أي مواطن ثاني متى ما تهيأت لنا الظروف. نعم دكتور طلال، يعني خلال استشفيت خلال حديثك أنه فعلا أنه الأمل أنتم بادرتوا فيه أنكم تعطون بعض، يعني إحنا نقول ما حد يحس بحالتك غيرك أنت. كيف كان التأثير؟ أول شيء ممكن في ناس أصيبوا بإعاقة بوقت متأخر، كيف كان تأثير هذه المبادرة على عليكم أنتم كجروب أو كجماعة ممكن نقول كنتوا موجودين، وكيف انعكس هذا التأثير على الناس؟ كيف لقيتوا التفاعل فيه؟ مثل نقول النار ما تحرق إلا رجل واطيها. بيني وبينك أنا يعني استمتعت جدا أول مرة أزور المدينة، مع أني أنا كنت من الذين يعني في حضور الأمير سلطان الله يرحمه وضع الحجر الأساس. الجو كان جو في أمل. دخلنا على شباب صراحة يعني أنك في مقتبل العمر في الثلاثينات والعشرينات، لكن سبحان الله تعرضوا لحوادث معينة واضطروا أنه يبتروا أطرافهم. طبعا عندي الآن لاعبين مبتورة رجلون الثنتين وهو بطل في الجري، يعني على المستوى العالمي كانوا، على مستوى المنطقة، على مستوى الإقليم، مستوى الإقليم. عندنا شباب مبتورة رجلينهم الثنتين بأرجل صناعية أبطال في الجري، فكانوا معانا. فلما شافوا المرضى اللي حسوا أنه حياتهم انتهت بعد ما بتر طرف من أطرافه، حس أنه الآن بدأ حياة جديدة، أنه في إنسان في حالة أسوأ من حالته، هو مبتور له طرف، يعني هذا مبتور له طرف. المرضى كمان كان في، طبعا احنا زرنا المرضى وصار حديث، وصار المرضى نفسهم دعيناهم انهم يشتركوا في النادي، انه انت الان بعد ما تطلع من المستشفى ركبوا لك طرف صناعي، ترى حياتك ممكن تستمر بشكل عادي جدا. النادي يفتح لك ابوابه، تمارس الرياضه، تمارس الحياه الطبيعيه ان شاء الله. طيب. فكانت مبادره فيها للطرفين،
يعني الاثنين استفادوا. احنا اللي زرنا حسينا انه ربنا منعم علينا باشياء، انه عندنا النفسيه والروح هذه، وهم اللي كانوا مرضى ويأسانين حسوا انه في امل، الامل موجود، قاعدين نشوف اشخاص. وهذا الهدف الجوهر، ممكن الجوهر الاساسي من هذه المبادره التعزيز، زي ما احنا نقول انت ما انت بالحارك وانت قادر كمان، لكن في تعزيز وتعريف يا دلال. تعريف طبعا اكيد، يعني لازم تشعر، لانه في ناس يعتقد انه الانسان المعاق حياته محصوره في جزئيه معينه. عندنا الان شباب يمارسون الرياضه، يمارسون الاعمال مختلفه، ناس جينيس، عندنا ناس متميزين. هنا يجي انتم وش تبغون من المجتمع؟ يعني بكل شفافيه دكتور طلال، ذوي الاعاقه ايش يبغون من المجتمع الحين؟ الشباب تغيروا، ممكن نقول الثقافه تغيرت، بس يظل في بعض نظره قاصره موجوده في عيون الناس، انتم بالضبط ايش تبغون من هالمجتمع؟ اول شيء التمييز هذا انا اودي نخلص منه، انه ذوي احتياجات خاصه ومعاقين، لا، هذا مواطن، هذا شخص، يعني قول الشخص اللي مثلا نقدر نسميهم انه الشباب اللي يمارسون كرة السلة على الكراسي بدون ما نقول المعاقين او ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني لازم نسوي لحاجة يسمونها سوشيال انكلوجن، يصير في اندماج بالمجتمع بين الشخص اللي عنده، طبعا كل شخص منا عنده اعاقة، يعني اللي يلبس نظارة هذا يعتبر معاق، عنده قصور، عنده اعاقة فكرية في فكره، يعني عاد هذا الفكر واجد، الظاهر انه واجد. طبعا اهم شيء انك تهيئ البيئة. طبعا في برنامج اسمه الوصول الشامل، واشتغل عليه مركز الملك سلمان الله يحفظه، الامير سلطان بن سلمان، انه انت سابقا كان المعاق معاق بسبب مرض. الفكرة النظرية كانت انه تقول هذا المعاق معاق بسبب الاعاقة اللي يعاني منها، بعد كده طلعت نظرية ثانية تقول المعاق معاق بسبب البيئة. إذا هيأت للبيئة الاكسسبيليتي، إنه البيئة كانت مهيئة، أنا ممكن أمارس حياتي بشكل عادي. فأصبحت الآن النظرية إنه والله هيئ للبيئة أنا مستعد. طبعا احنا عندنا بعض الريجوليشن، بعض القوانين هذه ما زالت فيها قصور، وأنا من هالمنبر اسمح لي بس أقول لوزارة العمل إنه يا وزارة العمل، ترى وزارة العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية، أنتم كانت نظرتكم قاصرة يمكن في تحديد مكافأة. طبعا كان في شيء يصرف للمعاقين اسمها إعانة معاق، جت وزارة العمل قالت اللي دخله 4000 تمنع عنه. طبعا انت تعرفين انه بعض المعاقين يحتاج اشياء كثير خاصة جدا وغالية كمان، وغالية مزبوط. فيعني انت تعطي المعاق الإعانة هذه لانه معاق، مو لانه ما عنده دخل. المسمى الاساسي لهذه الإعانة لانه معاق، ما قال لا موظف ولا غيره، ليس لانها دخل. فيمكن هذه احد الاشياء المهمة. احنا في بلد الحمد لله يعني الفرص متاحة لجميع الفئات، والناس اللي يعانون من قصور في 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 اداء بعض المهام، ما نقول إعاقة، عندهم فرص. يعني الحمد لله برنامج خادم الحرمين للتعليم ابتعث ناس كثير، عندنا الآن أعضاء في مجلس الشورى، عندنا دكاترة الجامعات، عندنا، فما في فرق. هي مسألة أنه الثقافة تتغير، وأنه تعطي الفرصة للشخص هذا يمارس حياته، تعطي الفرصة للشخص هذا يقدم للبلد. كلنا يعني كلنا نحس أنه هالبلد له فضل علينا، وما في فرق بين شخص وشخص إلا بقدر عطائه. العطاء طبعا هو اللي يحكم ويقيم انت قد ايش قدمت. ما دام احنا جينا على ايش الاشياء اللي حتقدمونها، ايش هي المبادرات المستقبليه اللي انتم حاطينها انكم ممكن حتسوونها في المستقبل؟ اول حاجه نقدم لك عضويه النادي كعضويه شرف. طبعا انا ودي انه النادي ما يكون رياضي فقط، انه يصير له دور ثقافي واجتماعي. هو محتكر على الرجال فقط الان مع الاسف، شفت شلون انا؟ لا مو لانه شوفي، مع الاسف انه الانثى المعاقه تعيش في جحيم. انا نحاول الان احنا في النادي انه نجتذب بعض السيدات المعاقات اللي ظروفهم صعبه جدا، مو بالرياضه، خلونا نجتذبهم كنشاط ثقافي ونشاط اجتماعي. هذه احد اهداف النادي الان عندنا. الهدف الثاني انه يصير تعريف، يعني رياضه المعاقين رياضه جميله، اذا تتابعيها تشوفي كيف هالامكانيات اللي عند المعاق، يتحكم بالعربيه، يتحكم بالكوره، مش يلعبون بالباسكت بول، يعني تحس فلكسبيليتي، في مرونه في الكرسي المتحرك، بس مرونه قدرته على التحكم، كيف يتحكم بالكوره ويتحكم بالكرسي. يعني انا على الكرسي لما اشوفهم صراحه انبهر فيهم، يتحركون بطريقه. طب هذا كله ممكن يأهبنا انه شبابنا حيمثلونا في بطولات عالميه، كمان لتحقيق حتى رؤيه 2030 انه انا موجود هنا. سيدتي انا عندنا في نادي الرياض ابطال حققوا ميداليات في ريو دي جانيرو، واحنا كنا قبل اسبوعين ثلاثه في بطوله على مستوى الخليج. رؤيه 2030 يعني سمو الامير محمد لما اطلقها ما قال والله عندي انا مواطن ومواطن، كل المواطنين سواء، الكل عليه دور والكل له دور. ف
فأعتقد أنه مع الرؤية الجديدة هذه والتغير اللي قاعد يحصل أصبح الكل مطالب أنه يكون له بصمة، والشباب والشابات اللي عندهم إعاقات معينة، عندهم قصور في أداء المهام، مطالبين مثلهم مثل غيرهم. لكن إحنا نبي نهيئ لهم الجو، نبي نهيئ لهم الانفايرمنت، نهيئ لهم المكان اللي يستطيعون أن يمارسوا فيه. يعني أنا لما توظف معاق أنت لازم تهيئ له المكان للوظيفة، أنه يصل ويروح ويجي. فالدور كبير، يعني إعادة نظر، إعادة نظر ممكن نقول من A to Z، كالوضع، كالمنشآت اللي يشتغلون فيها، كمان في الدمج زي ما أنت تفضلت، يعني لائحة كبيرة، وإن شاء الله نقول أنها تلاقي النور بفضل الآمال اللي موجودة. وقد إيش بثيت فينا الأمل دكتور بكلامك، وإن شاء الله نقول في أفعال قادمة كمان ممكن إحنا حنلمسها الفترة الجاية. وبقول لك كلمة أخيرة توجهها دكتور طلال. أنا أتمنى من الجميع اللي يسمعني الآن أنه يجي يزور نادي الرياضة اللي ذو احتياجات الخاصة، يشوف هاللاعبين، يشوف هالأبطال. أنا متأكد، أنا أبغى كل المواطنين يكون أعضاء عندي في النادي، أعضاء شرف، أعضاء فخريين. النادي بحاجة لدعمكم، لتشجيعكم، لوجودكم مع أبنائكم. لانه انا لما كنا في الملاعب ما في جمهور. انا اتمنى انه لما يكون في رياضه للمعاقين، باسكت على الكراسي او كره هدف للمكفوفين، انه يكون المدرج مليان. هذيك الساعه حيحس هذا اللاعب وهذا البطل مشارك في المجتمع، انه مشارك في المجتمع، وانه المجتمع مقدر الشيء اللي يسويه ومدموج كمان مع المجتمع. كنا حنندمج ان شاء الله في 2030 لخدمه هالبلد وخدمه هالقياده. وإن شاء الله ما دامنا نعيش بهالأمل والأمان وفي ظل سلمان الحزم، الكل لازم يكون له موقف حازم في العطاء لهذا البلد. نعم، وكل الشكر لك الدكتور المهندس طلال بن سليمان الحربي، رئيس مجلس إدارة نادي الرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة. كل الشكر لك. شكرا دلال، شكرا لروتانا، وسعدت بهاللقاء، واتمنى اشوفكم في نادي الرياض بتغطيه في حلقه خاصه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، الى هنا نوصل الى فاصل قصير، لكن اكيد برنامج سيدتي مستمر في فقراته.